زرع الأمل في نفوس محرومي الإنجاب هو الهدف من مشروع العقم وطفل الأنبوب لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذي ينفذه المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني فتح. وللغاية رعى المشرف العام لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح العميد محمود عيسى اللينو في مخيم عين الحلوة حفل توقيع اتفاقية لعلاج العقم وإجراء عمليات طفل الأنبوب بين المركز الفلسطيني للتواصل ممثلا في ميشيل جبور ومركز إيف للإخصائي ممثلا في الدكتور محمود دخلول والقابلة القانونية هلا السبع. ونتمنى أن يكون في المستقبل القريب جدا مشاريع مشابهة لهذا المشروع لتحصين أبناء مخيماتنا في الشتات. وهذا المشروع هو الأول مثل ما ذكر خينا أبو العبد من نوعه في مخيمات الفلسطينيين في لبنان، وقد سبق أن نفذه المركز أي مركز فتح في كل من غزة بعدد 400 حالة والضفة الغربية بعدد 200 حالة. السنة الماضية كانت نتائجها ممتازة، فاقت بالنجاح 40%. نحن إن شاء الله رح نحاول نكون أكثر طبطهم ورح نعمل كافة الجهود بإذن الله أنه يجرح المشروع اللي هدفه هو إنساني بحت. واختتم الحفل بتوقيع الاتفاقية التي وضعت موضع التنفيذ فورا كسبا للوقت وعلاج الحالمين بالإنجاب.